بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التفكك الأسري نعمة كبيرة أوي من النعم اللي ربنا أنعم على الإنسان بيها، نعمة الزواج وإن هو يكون له شريك حياة يؤنس وحدته، ما يبقاش يعني في الدنيا دي كده لوحده، لأن الإنسان أصلا بطبعه كائن اجتماعي، كائن يعني المفروض إن هو يألف ويؤلف، ما يتضرر من العزلة ومن إن هو يبقى قاعد لوحده. يعني ومن آياته، يعني ربنا قال في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نيجي إحنا بسبب بعض المفاهيم الخاطئة، وبسبب بعض الـ يعني المصطلحات اللي غير مضبوطة، وبسبب بعض التصرفات اللي يعني لا نلقي لها بالا نهائي، ندمر كل ده وندمر حكمة ربنا من خلق يعني الأزواج، أو إن يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ندمر الحكمة دي بقى خالص ونضيعها، ونبتدي يعني نسلك طريق في إيه؟ خراب البيوت وهدم هدم وتفكك الأسر. تمام؟ طيب، أول حاجة عايز أتكلم فيها هي عدم تطبيق معايير الاختيار السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها. طيب، ده شيء جميل أوي. أنا بقى لما أجي أختار أنهي واحدة؟ فاظفر بذات الدين، تربت يداك. أما تيجي تختار زوجة، كل المعايير دي كده شيلها، ارميها على جنب، حطها في كيسة وحطها على جنب، وتيجي تختار اللي عندها دين. المرأة يعني ذات الدين، يعني أنا بالنسبة لي بصراحة يعني هي كنز لا يفنى، عاملة زي القناعة كده، يعني كنز لا يفنى. حتى دايما واحنا يعني بنقلب في النت، مثلا بنقلب في الفيس، على وسائل التواصل عامة، نيجي نلاقي منشور يقول لك ايه: اللهم سندا صالحا، ان عوجت تقريبا الخطوات اصلحها او اقامها. المهم يعني معنى ذلك ان انا او بدعي ربنا بايه، بان يا رب يكرمني بزوجة او بزوج، يوم يعني لا قدر الله ما اتفتن او اتعب او امر بحالة سيئة، يساعدني ان انا ارجع تاني حياتي، ويساعدني ان انا يعني ارجع تاني للطريق المستقيم، ما يبقاش هو معايا على الحلوة بس، لا، ده يبقى معايا على المرة قبل الحلوة. والجملة دي يعني تحديدا ان هو يبقى معايا على المرة قبل الحلوة، ما معايا في فرحي، معايا في حزني، معايا في كل حاجة. تمام؟ فنيجي معلش انا اسف يعني لو هطول شويه النهارده، بعتذر، بس انا مش محضر حاجه، وانا يعني بحاول ارتجل من دماغي. نيجي في اثناء الاختيار، زي ما قلت كده، يعني المفروض ان احنا بنشيل المواصفات الاولانيه دي كده كلها على جنب، اللي هي بتاعت مالها وجمالها وحسبها ونسبها وبت مين وبت ومش عارف ساكنه فين والكلام ده كله، وبنختار واحده عندها دين. تمام؟ انما اللي يعني ده اللي المفروض يحصل، ده المأمول، للأسف ده المأمول. انما بنيجي اللي يحصل بقى ان احنا بنشيل المأمول ده، نحطه هو في كيسة ونحطه على جنب، ونيجي نختار المواصفات التانية. مختار فلانة ليه؟ علشان جميلة. طب يعني وماذا بعد الـ40؟ مع كامل احترامي لجميع السيدات الموجودين، يعني في جملة جميلة أوي قريتها، بيقول لك إيه: امرأة الـ50 ما بها حاجة للسائلين. وأنا معتذر عن تفسير الجملة دي برضو، مراعاة لشعور الناس اللي معانا. طيب، مختارها لفلوسها،
افرض اتفقرت، اتفقرت لأي ظرف ما ولا أي سبب ما، هضرب منهم سبب واحد، أبوها اتعرض لمشكلة هي ساعدته بكل فلوسها وقعدت على الحديدة. تنكح المرأة دي مالها وأدي جمالها. تمام؟ حسبها ونسبها. إذا كنت أنت أصلا ما تعرفش أنت هتعيش قد إيه وعمرك قد إيه، هتروح تختار واحدة وتكمل معاها حياتك عشان هي بنت فلان؟ طب ما بنت الوزير، ما الوزير هيموت، النظام هيتغير والوزير ده هيتشال ولا هيتسجن، الوزير هيعمل أي حاجة مش هيبقى فيها وزير. كلام غير صحيح وصف المرأة بهذا الشكل. حضرتك أنا قلت إن دي جملة أنا قريتها، أنا ما قلتش إن أنا مقتنع بيها. تمام. فده للأسف يعني أغلب الأمور الواقعية اللي بتحصل، ده أغلب يعني أغلب اختيار الشباب لزوجاتهم في الوقت الحالي للأسف أنا بشوفه إن هو بيتم كده، يعني إلا من رحم ربي طبعا. فده من معايير الاختيار السيئة ومن تدمير المعايير الصحيحة للاختيار. برضو كان في حديث تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أقلهن مهرا أكثرهن بركة. برضو احنا نحط الحديث ده مع معيار الاختيار الصحيح في نفس الكيسة. بنتي انا عايز لها مهر قد كده، انا عايز لها شقة في المكان الفلاني. التغالي عامة في امور الزواج. بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة اتجوزت علي بن ابي طالب بمهر ايه؟ درع حديد. انا بقولش النهارده ان الشاب يروح يجيب درع حديد، لا نهائي. بيقول مقولة مش على لسانه. تمام، اشكرك يا دكتور. المهر بتاعها كان درع من حديد، درع حديد، درع اللي بيصدوا بيه الهجمات اللي بتبقى في الغزوات والحروب اللي بيدخلوها. ليه؟ لان انا هنا مطبق الاختيار الصح، واخد واحدة عندها دين وانا اخدت واحد ممن ارتضيت دينه وخلقه. انا اهم حاجة عندي خلق الشخص اللي انا عايشة معاه. الحسن البصري جاله واحد قال له انا تقدم لبنتي، تقدم لخطبة ابنتي رجلين، فممن ازوجها؟ قال ممن يتقي الله. ولا قال له من الغني ولا من اللي شغال شغلانة حكومة ولا اللي عنده شركة ولا اللي عنده مصنع ولا اي حاجة، قال له ممن يتقي الله. طب يعني ليه؟ يعني اللي بيتقي الله ده بيعمل ايه؟ عشان تيجي النهارده الناس تحديدا تقول لك ايه؟ الدين ده علاقتك بينك وبين ربنا. يعني دي احنا ما نتدخلش في الدين لله والوطن للجميع. لا حضرتك، الجملة دي حطها في كيسة سودا وانت عارف هتوديها فين. ممن يتقي الله، طب ماله اللي بيتقي الله ده؟ فإن أحبها أكرمها، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها، أبغضها اللي هو كرهها يعني، لم يظلمها. والله خلاص أنا كرهت فلان، طب يا بنت الناس أنت دلوقتي حقوقك واحد اتنين تلاتة، اتفضلي أدي حقوقك كلها، أو أدي مثلا جزء من حقوقك وبعد فترة هديكي الجزء التاني من حقوقك. العيال ما بيننا هنشوفهم بالتراضي. احنا النهارده عندنا في المحكمه قضيه رؤيه، يعني احنا مش خلاص انفصلنا وخدنا حقوقنا وخدنا الكلام ده كله، لا ده انا كمان مش هوريه العيال. طب ما هو في الاخر هيروح يرفع قضيه، وغالبا دي قضيه الاسره الوحيده اللي الراجل بيكسبها اللي هي قضيه الرؤيه. انا بقول غالبا لان انا مش متذكر حاليا قضايا ايه تاني، وكده كده هيكسبها. طب على ايه؟ ما هو انت هتخسري 3 4000 جنيه في نفس المحامي اللي ماسك لك قضايا الاسره عشان يترافع على قضيه عشان يترافع في قضيه الرؤيه، وكده كده هيخسرها. طب ليه العناد؟ ما هو العناد بيولد الكفر. ما هو انا هقعد اسب والعن في الراجل ده وفي اليوم اللي شفته فيه وفي اليوم اللي قابلته وفي اليوم اللي جبنا منه العيال دي، طب ليه؟ ليه العناد؟ وليه اصلا من الاول ما مشيش صح، خاصه ان انا عارف ان دي حاجه يعني شبه أبدية. يعني أنا مثلا متجوز على الـ20 وهموت على الـ70 مثال، أنا هقعد مع واحدة نص قرن بحاله، 50 سنة من عمري هقضيهم مع الإنسانة دي، مع الإنسانة دي. مش عارف مسموح لي أقول أسماء ولا لأ، بس أنا هقوله خلاص.
حسام الغروري استشاري العلاقات الزوجية كان قايل ايه في مرة، كان قايل ان يعني الخلافات ما بين الازواج ده شيء صحي، شيء صحي، بس مش الخلافات اللي احنا بنشوفها اللي بتوصل للإقسام وانها بطحها بحاجة في دماغه وهو مش عارف ما كسر لها رجليها، لا الخلافات الطبيعية اللي هي مثلا ايه مشادات خفيفة، زعلت منك اخر اليوم جيت صالحتك تاني يوم خلاص، يعني طبق الحديث بتاع الخصام اخرك 3 ايام. وفي ناس يعني انا بعتبرها بتبالغ شوية، يقول لك ان المشكلة ما تاخدش منك اكتر من ساعة زمن تفكير، هي ساعة زمن تكون عرفت انت هتعمل ايه واخدت حلك، وبعد كده انقل انقل، يعني انا مش هضيع عمري ولا ههدر عمري في ان انا اقعد افكر في المشكلة بتاعتك. اي نعم ده كلام وانا ما بعملوش انا شخصيا وانا معترف، ولكن يعني ايه انا بحاول، وفقنا الله واياكم. طيب علشان ايه ما نطولش ونسرح اكتر من كده، النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها هي سوء العشرة بين الزوجين. طيب سوء العشرة ده ممكن يعني اول سبب مثلا من اسبابه ايه؟ النت، انا قاعد على موبايلي، جوزي قاعد على موبايله، احنا الاتنين قاعدين في اوضه فيها عيل مثلا قاعد على التلفزيون. شكرا حضرتك، في فين الاسره؟ فين الحياه الاسريه؟ فين الحياه الزوجيه اصلا؟ فين؟ طب ابني اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون ده، انا بصيت كده لقيته قاعد بيتفرج على فيلم. طب انت ما لمحتش مثلا كده في تتر المقدمه ده قبل التتر كمان مثلا ان الفيلم ده ما ينفعش حد يشوفه اقل من 18 سنه، من 16 سنه، من 12 سنه، من 12 سنه يا مؤمن؟ ده مسلسلات رمضان النهارده بيقول لك ان المسلسلات دي مثلا فيها الفاظ او فيها عنف ما ينفعش حد يتفرج عليه اقل من 12 سنه، ما اقل من 16 سنه مثلا. كان اخرهم فيلم الخلية لو سمعتوا عنه وشفتوه بتاع احمد عز، متحدد بفئة عمرية معينة مش فاكر 16 او 18، من بعض الالفاظ اللي يعني ايه، او مش الالفاظ، هي ما كانتش الفاظ صريحة، هي بعض الايحاءات الغير اللائقة الموجودة فيه. تمام، دي اول حاجة، ما بقولش اقطع النت نهائي، ولكن له اوقات محددة. احنا دلوقتي يعني زي ما استاذة منى اتكلمت عن لغات الحب الخمس، في انا واحد مثلا بحب اتحب بان زوجتي تقضي وقت معايا، بحب اشوفها، بحب اسمعها، بحب اتكلم معاها، بحب اقول لها مشاكلي واعرف مشاكلها، انا بحبها جنبي، بستأنس بيها والله. انا في واحد انا فصلت التلفزيون خالص، برضه مش للدرجه دي، يعني انا شخصيا ما بتفرجش على تلفزيون بقالي حوالي 3 سنين تقريبا، ولكن يوم ما باجي افتح انا بفتح قناه ناشونال جيوغرافيك. خلاف القناه دي انا ما بكملش قدام التلفزيون 5 دقايق وبقوم، من السفاهه والسطحيه اللي بقت موجوده فيه، اللي بقت موجوده فيه يعني ما اعرفش، ممكن البعض ياخدها تكبر شوية، ولكن انا لا اسمح لعقلي ان يعني يتعرض لتلك التفاهات نهائي. تاني نقطة، اسف، استكمال اول نقطة اللي هي بتاعت النت، النت برضو يولد ايه؟ غياب التفاهم وغياب المودة والرحمة بين الاسرة، غياب التفاهم. انا جيت قريت منشور على جروب مشاكل ان فلانة لما جوزها اتخانق معاها قالت له 1 2 3، بقدرة قادر حصل لي نفس الموقف، بدل ما انا كنت هحل المشكلة بوجهة نظري انا وبآرائي الشخصية انا، لا انا طبقت اللي في المنشور عن غير وعي. انا ما بقولكش ان انت رحت ايه جبت المنشور كده وبقيت واقف تقرا وتتخانق، لا حضرتك، ولكن انت طبقته عن غير وعي، تكرار الحاجة. عندك كاريزما ما شاء الله وتواصل حوار، اشكرك جزيلا. انت طبقت الحاجة عن غير وعي. تمام، اما تقعد زي ما دكتور صهيب قال قبل كده ان كتر تعرضك للحاجة اكتر من مرة انت هتبقى قاعد يعني مثلا مع نفسك ايه بترددها او ما بترددهاش، انت حاسس انها شغالة في دماغك. طيب العنف الاسري، يعني برضو انا مش عايز اطول لان الوقت كان سرح مني قوي، ولع في عيالك في البيت، بره البيت احنا زي الفل. انا زعلان من حد، تمام، ودي حاجه شخصيه على فكره، ويعني بطبق اهو نصيحه الدكتور صهيب اهو وبشاركها، بس استنى لو نشوف هو معانا هنا ولا لا. مش معانا الحمد لله. انا مثلا زعلان من حد،
قدام الناس انا برد عليه عادي و معاك انا. تمام. قدام الناس انا برد عادي وبتكلم عادي واحنا ما فيش اي حاجة تمام. بيننا بقى وبين بعض في الخاص، لا انا زعلان منك والله بقى، اشوف الرسائل بتاعتك وما اردش، ارد عليها متأخر، اعمل لك بلوك اصلا، دي حاجة تانية. انما قدام الناس احنا زي الفل، العلاقات الأسرية جوه البيت، الأسرة بيت، ولا أمك تعرف ولا أبوك يعرف ولا أخواتك يعرف ولا أخواتك يعرفوا ولا أصحابك ولا مش عارف منشور على النت، أصله بينزل، ما أصله ما بينزلش باسمي ده، الأدمن بياخده كوبي بيست وبينشره هو باسم الصفحة. حل مشكلتك بنفسك. أبوك عامل إيه في بيتك؟ الحمد لله يابا زي الفل. أمك عاملة إيه يا بت في بيتك؟ الحمد لله يا أما أنا زي الفل. مش محتاجة حاجة. جوزك عامل إيه؟ يا أما أنا مش محتاجة حاجة، وأنا مش محتاجة غير دعواتك إن ربنا يهدي سرنا ويصلح لنا الحال دايما. تمام؟ وقلت قبل كده إحنا النهاردة عندنا في محاكم الأسرة حكم من أهله وحكم من أهلها، بنجيب اتنين من الأزهر. ليه؟ لأن إحنا عارفين اللي هنجيبهم من أهله ومن أهلها هيعملوا إيه. إحنا عارفين النقطة دي كويس، تمام؟ برضو الكلام ده إلا من رحم ربي. ودي النقطة الثالثة اللي أنا أصلا تطرقت لها، يعني ما سرحت فيها وتطرقت لها، اللي هي تدخل الغير في حياة الأسرة مرفوض وممنوع منعا باتا. أنا هديكم مثال عليا أنا وعلى حياتي أنا الشخصية. أنا مش متجوز، ولكن يعني إيه، ده من تخيلاتي لمرحلة ما بعد الزواج. أنا أبقى أصلا في زيارة لأهل مراتي إزاي وأنا معاها مثلا، معذرة، وانا عارف ان انا قاعد مفضوح قدامهم. يعني ايه قاعد مفضوح؟ يعني انا كل كبيره وصغيره بعملها في بيتي وهي عند اهل مراتي. انا طب انا مثلا قاعد بحب بعتذر، انا قاعد مثلا بحب اتقمص شخصيه ان انا راجل مثالي وزي الفل، نظرات اللي قدامي لازم هتفضحه، هيرمي كلمة هزار، هيرمي نظرة، ممكن يفتحني في الموضوع بيني وبينه أصلا لو هو كان حريص. كون ان انا اعرف ان المشكلة دي وصلت، طب انا كده فقدت الثقة في شركة حياتي. ما انت مطلعة اسراري واسرار البيت او اسرار البيت بره. اذا كانت النقطة دي بس هي اللي انا عرفتها ودي اول حاجة هتيجي في دماغي، طب امال ايه تاني بقى انا لسه ما عرفتوش؟ يعني تسريب الاسرار وتسريب الحياة الزوجية واصل لانهي مرحلة؟ واظن النقطة دي بالذات مفهومة، ومفهوم بعض الناس بتسرب ايه تحديدا من العلاقة الأسرية. تمام؟ كل ده ما تجيش في الآخر تشتكي وتقول نسب الطلاق زادت في مصر. انا بنتي اتطلقت وهي لسه بعد سنتين ثلاثة جواز، بعد 6 شهور جواز، بنتي اتطلقت وهي حامل. هو مش حرام يا سيدنا الشيخ الطلاق وهي حامل؟ مش كان المفروض تستناها لما تولد؟ طب هو نفس سيدنا الشيخ ده، هو مش حرام ان احنا نخرج اسرار بيتنا بره؟ هو مش حرام اصلا من الاول ان احنا مثلا العريس ده مش عايز يكتب قايمه ان مضيع على ايصال امانه على بياض، او ان احنا حتى نكتب قايمه نكتب فيها اللي هو جابه واللي هي جابته وليها، استلمت انا مش عارف فلان الفلاني الحاجات اللي انا جبتها، يعني انا الحاجات اللي الزوجه جابتها انا ما عنديش اي مشكله انها تتكتب في القايمه، انما الحاجات اللي انا جبتها انا استلمتها بصفه امانه، وفي حال غير ذلك اكون خائنا ومبددا. يعني اللي هو ازاي يعني؟ يعني انا جبت لي حاجه والزمتني بالالتزام والحفاظ عليها لحد ما ردها لي تاني مثلا، ولا ايه؟ يعني انا الوضع اصلا مش جاي في دماغي، مش راكب في دماغي. كل ده في الاخر هيؤدي بينا للطلاق، هيؤدي بينا لتعدد الازواج، ونيجي بعد كده طب ما في رجاله برضو بس ماشي. طب كل ده ونيجي في الاخر نقول ايه؟ بتسرب الاسرار. انا ما قلتش ان يعني هو حلال للرجاله وحرام ما قلتش ان هو حلال للرجاله وحرام للستات، انا بتكلم ان تسريب الاسرار ما ينفعش، قلت ولا ينفع مع اصحابك ولا مع اصحابك ولا امك ولا ابوك ولا اخواتك وانت كذلك، يعني للزوج وللزوجه للطرفين الفعل عامه ما ينفعش، او انا بالنسبه لي بشكل شخصي ده شيء مرفوض وممنوع منعا باتا. تمام؟ ونيجي بعد كده نلاقي مشكله حصلت واصبحت ظاهره اللي هي الطلاق. يعني يقال ان في 2019 و2020 السنتين دول مجتمعين مع بعض اتطلق حوالي 425 الف
سيدة. في 425 ألف بيت في مصر، نص مليون بيت في مصر اتخرب في سنتين بالظبط، تمام؟ منهم كام حاجة بقى، منهم كام حالة بسبب تعدد الزوجات، عشان النقطة دي برضو مهمة وناخدها سريعا. حوالي 3100، يعني حوالي نسبة 3% اتخرب بيوتهم بنسبة تعدد الزوجات، تمام؟ والإحصائية دي على النت بيشوفوها. منهم كمان نسبة كام أو كام واحد تخطى الزوجة التانية للزوجة التالتة، يعني اتجوز 3 زوجات، جمع بين 3 زوجات في وقت واحد. 76 شخص بس في ال 425 ألف كان منهم إن هم بيوتهم اتخربت بسبب إيه؟ إن هو جمع بين 3 زوجات. واجي بعد كده اقول لا انا عايز اعدل قانون الاحوال الشخصيه. لا حضرتك اصلا عدل او حط قانون يعني يقول لك تتجوز ازاي، يعمل لك شروط معينه لو ما استوفيتهاش زي شروط السفر، لو ما استوفيتهاش زي شروط السفر مش هتتجوز، مش هتتجوز. بس كده انا ما يعني اتمنى ان انا اكون قد افدتكم، وبعتذر لو كنت انفعلت، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.